مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج ملفات. ابرزت وكاله بلومبرج الامريكيه تراجع اسعار المستهلكين الشهريه في مصر للمره الاولى منذ يناير 2018 ليعيد نسبه التضخم السنويه ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو انخفاض من المحتمل ان يشجع صناع السياسه على الاحتفاظ باسعار الفائده كما هي في ديسمبر. وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر. واعتبرت بلومبرج أن أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015 يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة المصرية بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع. النهارده هنفتح ملف الإشادات الدولية بتراجع نسبة التضخم والناتج عن التنفيذ الجيد أو الجديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر من خلال لقائي بالاستوديو مع الدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية. أهلا بك في حلقتنا النهارده من برنامج ملفات. أهلا بحضرتك. خلينا نطلع تقرير وبعد كده نفتح هذا الملف، ملف الإشادة الدولية أو إشادة بيوت الاقتصاد الكبرى في العالم بما حققته مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي. فقمع منذ بداية العام الجاري ومعدل التضخم يسير في مساره الصحيح الذي سعت الحكومة لوضعه عليه من بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل عامين الذي دفع التضخم للارتفاع طوال عام 2017 تقريبا. وبالرغم من التراجعات المالية التي شهدها مؤشر قياس الأسعار على المستوى السنوي منذ شهر يناير 2018 وحتى الآن، إلا أنه في شهر نوفمبر من ذات العام حقق مكسبا جديدا وهو التراجع على المستوى الشهري أيضا. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضي، وجاءت البيانات مبشرة ليختتم آخر معدل معلن للتضخم في 2018 هذا العام بشكل إيجابي بعد تراجعه إلى 15.6% خلال نوفمبر مقابل 26.7% في الشهر المماثل من عام 2017، فاقدا نحو 11.1% على مستوى شهر نوفمبر من العامين 2017 و2018. وقد أرجع جهاز الإحصاء أسباب الانخفاض في معدل التضخم إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، خاصة أسعار الطماطم التي ساهمت بشكل كبير في خفض المعدل الشهري، إذ تراجعت أسعارها بنسبة 26% عن شهر أكتوبر. وبقراءة تحليلية منذ بداية العام الجاري والتي حققت تراجعات متتالية مقارنة بالعام الماضي، يتبين أن بلوغ المستهدف من قبل الحكومة لمعدل التضخم بالوصول به لأقل من 10% خلال 2019 اقترب من التحقق، خاصة بعد وصول المعدل السنوي إلى 15.6% خلال شهر نوفمبر 2018، وهو ما يشير إلى إسراع وتيرة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية حتى وإن كانت لا تزال مرتفعة، إلا أنها في الاتجاه للهبوط. ومن المتوقع أن يحقق المعدل انخفاضا جديدا خلال شهر ديسمبر الجاري الذي سيعلن حجم التضخم به في العاشر من يناير 2019، خاصة في ظل التوجيهات المكثفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، مرحب مره ثانيه بضيفتي الدكتوره شيماء سراج الخبيره الاقتصاديه. خليني في البدايه التضخم يعني يمكن برضو الساده المشاهدين ان الجنيه هو قيمته بتبقى من خلال السلع والخدمات التي تقابل هذه العمله، وكلما كانت السلع والخدمات قليله كلما كانت نسبه التضخم اكبر.
ولا أقول لحضرتك اتفضل. الأول بشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة، اتفضل ميرسي جدا. نورتني. الله يخليك. يعني إيه معدل تضخم؟ معدل التضخم هو الارتفاع في الأسعار، تمام؟ كل ما بيكون في ارتفاع أكتر في الأسعار، قدرتك الشرائية على شراء بالظبط السلع والخدمات بتقل. إحنا بالنسبة لنا أو بالنسبة لكل دول العالم بيتم قياس معدل التضخم، بنحدد وفقا عشان نقيس معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين. الأول عندنا في معدل تضخم بالنسبة للمستهلكين ومعدل تضخم بالنسبة للمنتجين. حتى المنتجين لهم بالظبط. فاللي بيهمنا اللي بيهمنا دلوقتي أو اللي هنتكلم عليه هو معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين. طيب أنا بحدد الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلكين على أي أساس؟ عندي كذا مكون بيدخل ضمن معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين. إيه هي المكونات ديت أو بيتكون من إيه معدل تضخم المستهلكين؟ هو معدل التضخم بالنسبة للإنفاق على المأكل والمشرب اللي هو الأكل والشرب. ده نمرة واحد بالضبط اللي أنت بتصرف على الأكل والشرب. أهم أولويات الرعاية الصحية، تمام؟ الإنفاق على المطاعم والفنادق والترفيه عموما، وقلنا الرعاية الصحية برضو والمسكن، وديت دي أهم مكونات معدل التضخم. لو بصينا أكبر نسبة بتأثر في معدل التضخم هي المأكل والمشرب، أنت أكتر حاجة بتصرف عليها هي أكلك وشربك. طيب معدل التضخم ارتفع أو انخفض ديت بنقيسها بالنسبة للارتفاع في المكونات اللي أنا قلتها لحضرتك دي. لو كلمنا على معدل التضخم بالنسبة للمأكل والمشرب، قيسنا إزاي إن هو قل؟ بنشوف جوه برضو معدل التضخم بالنسبة للمأكل والمشرب، بنشوف ايه هي المكونات اللي ممكن تأثر على أكلنا وشربنا، ايه الحاجات أو العناصر اللي احنا ارتفعت أسعارها وايه العناصر اللي انخفضت أسعارها. لو جينا بصينا لمعدل التضخم الشهر اللي فات ومعدل التضخم دلوقتي، هنلاقي ان في انخفاض في معدل التضخم الخاص بالمأكل والمشرب. جه منين الانخفاض دوت؟ جه من انخفاض مجموعة الخضر والفواكه. انت بتصرف كان المفروض تصرف مثلا نسبة معينة أو قيمة معينة على الخضر الفواكه، القيمة دي بدأت تقل. دكتورة خليني بس أتوقف هنا. تمام حضرتك. هل سبب ده زيادة الإنتاج أو كثرة الطلب ولا زيادة قيمة العملة؟ يعني أنا يعني عايز أعرف السبب. السبب هو كان زيادة المعروض في السوق المحلية، فدوت أدى إلى انخفاض الأسعار الخاصة بالخضر والفواكه. تمام. وخاصة سعر سلعتين بالتحديد هي البصل والطماطم، مفيش أسرة ما بتصرفش على أكيد. البصل والطماطم، فبدأ فعلا أسعارها تقل، وكانت نسبة الانخفاض في أسعار السلعتين دول بتتراوح من 3 إلى 9%. حاجة تانية برضو الدواجن أسعارها انخفضت بنسبة حوالي 2%. في المقابل في ارتفع مجموعة تانية من السلع الخاصة بالأغذية، بس نسبتها الوزن النسبي بالنسبة لنا مش كبير زي الخضر والفواكه. مين اللي يتحكم أكتر في نسبة التضخم، المنتج ولا المستهلك؟ الاثنين بيأثروا على معدل التضخم. ليه؟ لأن أنت معدل التضخم إيه اللي بيحكمه؟ الإنتاج. تمام. المنتج كل ما يكون إنتاجه أعلى، تمام، كل ما بيكون بتخفض حدة الأسعار. انت الحاجة لما تكون معروضة قدامك كتير سعرها بيقل. لو الحاجة قليلة قدامك والطلب عليها زايد طبيعي سعرها هيزيد. في المقابل المستهلك لو لقى سعر سلعة مبالغ فيه وامتنع عن شراء السلعة ديت او قلل استهلاكه من السلعة دي او وجد بديل للسلعة دي، ده هيؤدي الى انخفاض السلعة اللي حصل في جشع معين من التجار ورفعوا سعر السلعة. تمام. دي تمام. دكتورة شيماء، يمكن كلنا كمصريين من بعد خطوات الاصلاح الاقتصادي كلنا حسينا يعني بشيء من الصعوبة في ارتفاع في الاسعار، قيمة العملة انخفضت تقريبا الى النصف تقريبا، ولكن مع الوقت أصبحت هذه الارتدادات الاقتصادية مش عايز أقول ولكنها أصبحت مقبولة. تمام. وتأثيرها السلبي ما كانش زي بداياته، يعني احنا بدأنا في 2016 مش زي دلوقتي. أكيد. يعني أكيد. يعني إيه السبب؟ هل هي سياسات اقتصادية مالية بنكية خاصة بأسعار الفايدة بالودائع، سياسات مالية خاصة بالضرائب بالجمارك هي اللي قللت هذه الارتدادات، أو مع الوقت بنحس هي مجموعة من شوية. السياسات. تمام. احنا بعد تعويم الجنيه كان 2016 حصل طفرة او ارتفاع مفاجئ في الاسعار، وصل معدل التضخم تجاوز 32%. تمام. دوت نتيجة التعويم، لان انت بتستورد
فمعنى معظم منتجاتك, ومدخلات الانتاج. فده كان اثر على اسعار السلع المعروضه, فبدات معدلات التضخم ترتفع. انت الاكل والشرب لوحده ارتفعت معدلات التضخم وصلت 45%, فدي يعني معدلات تضخم كبيره جدا. بعد كده بدات التعامل سواء البنك المركزي من خلال السياسه النقديه والحكومه من خلال السياسه الماليه بالتنسيق او بالموازنه ما بين السياسه الماليه اللي بتتبعها الوزارات والسياسه النقديه اللي بيتبعها البنك المركزي في السيطره على حده ارتفاع معدلات التضخم. ازاي حصل ايه؟ شفنا البنك المركزي سياسات اللي سعر الفايده بدا ان هو سعر الفايده يرتفع, فبدا الطلب على العمله المحليه او بدات الناس تحط فلوسها في البنوك فبدا بالظبط السيوله تنخفض, وبالتالي مع ان في مشكله في المساله دي. يعني زياده الفايده بتخلي الناس يعني معلش لما الفايده توصل 20% هنا كل ما زادت الفايده في البنوك كل ما قل الاستثمار. اكيد فدي برضو فيها مشكله. دي اقول لحضرتك حاجه, في ديت اتعمل يعني احنا كنا الاقتصاد المصري كان يعاني من حاجه اسمها الركود التضخمي. يعني ايه الركود التضخمي؟ الركود يعني انت عايز تنتج او الانتاج عندك منخفض وفي نفس الوقت عندك ارتفاع في الاسعار, هيوازن ازاي بين الحاله ديت الارتفاع في عايز يعني يسيطر على ارتفاع معدلات التضخم وفي نفس الوقت عايز يزود الانتاج. فكانت السياسة اللي اتبعها البنك المركزي انه هو رفع سعر الفايدة وصلت ل20%, فكان الناس اللي معها سيولة بدأت تحط الفلوس بتاعتها في البنوك وبالتالي يسيطر على ارتفاع. على تقريبا 340 مليار بالزبط. جنيه المودع. بالزبط. على ناحية تانية بدأ ان هو يشجع منح القروض للمشروعات الانتاجية بمختلف احجامها. يعني عندك مبادرة البنك المركزي ان هو بيشجع البنوك على منح قروض للمنتجين بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومرورا بكافة اشكال واحجام المشروعات الاستثمارية. كانت تتراوح سعر الفايدة 5-7 وهكذا, كانت متدرجة, هي اقل بكتير من الفايدة على الودائع. دكتورة شيماء, يمكن يعني مع خطوات الإصلاح الاقتصادي كان في اجتماعات دورية للسيد الرئيس مع الأجهزة الرقابية بمتابعة السوق, ولكن للأسف يعني هذه المتابعة لم يشعر بها المواطن, بمعنى إن ما زال السوق أو المنتج يتحكم بشكل أو بآخر في مسألة سعر السلع في غياب ملحوظ للرقابة. دور الرقابة هنا للمساعدة للخروج من أزمة ارتدادات الإصلاح الاقتصادي. الأجهزة الرقابية فايدتها كبيرة قوي في المرحلة ديت. دي احنا ممكن نقول عليها الإصلاح المؤسسي. مصر يعني كانت بتواجه تحديين رئيسيين. التحدي الأول هو الإصلاح الاقتصادي والإجراءات بتاعته, ودي يعني يتحملها كل فئات الشعب أو نسبة كبيرة من فئات الشعب, يصل نسبتها 83% من الشعب المصري تحمل إجراءات أو تكلفة الإصلاح الاقتصادي. والتحدي الثاني الدولة كانت بتواجهه هو الإصلاح المؤسسي أو الإصلاح الإداري بما فيه الأجهزة الرقابية. فأنت كانت عندك, أنت خارج من 2011 عندك ترهل في الأجهزة بتاعت الدولة, ما كانش في جهاز واحد يعني نقدر نقول ان هو كان متماسك غير الحمد لله كانت الجيش يعني هو اللي شال البلد. فيعني ديت حاجه ايجابيه الحمد لله تحصل. تمام. دكتوره شيماء, مساله يعني العلامات الايجابيه التي تشير الى ان الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته, يعني زي وكاله بلومبرج الامريكيه اللي بتقول ان نسب التضخم لاسعار المستهلكين في حاله هبوط, وكالات أخرى, يعني تأثير يعني تصنيف تلك الوكالات على مسألة الاستثمار في مصر. تمام. الفترة الأخيرة كان في إشادة بالإصلاح الإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر من عدد كبير جدا من المؤسسات. البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, وكالة فيتش, ستاندرد أند بورز. لو جينا قسمناهم البنك الدولي مثلا وصندوق النقد الدولي أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية وأن مصر تسير على خطى سليم على برنامج الإصلاح الاقتصادي, وتوقعوا أن في الفترة القادمة هيكون في يعني تقارب
تقدم أو زيادة معدلات النمو في مصر، وقالوا أن المفروض معدل النمو دوت يتماشى مع استراتيجية أو رؤية 2030. احنا دلوقتي في 5.5% معدل النمو، ومتوقع السنة الجاية 6%، زي برضو ما أيدت الكلام دوت المؤسسات الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومتوقع أن احنا بحلول عام 2020 نوصل معدل النمو 8.5%، 2025 متوقع أن احنا نوصل 10% معدل النمو الاقتصادي، ومتوقع بحلول 2030 أو بنهاية أو الحد الأعلى لرؤية 2030 مصر بتتبعها، أن احنا معدل النمو التنمية المستدامة المفروض أن احنا نوصل معدل نمو 12% بإذن الله. طيب ده أثره إيه على باقي القطاعات اللي موجودة في الاقتصاد؟ ده دعمها بقى اللي هي وكالات التصنيف الائتماني. أنا عايزة بس أقول إيه أهمية مؤسسات التصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني هي بتقيم الاقتصاد بحيادية تماما، يعني ما فيش أي نوع من التدخل من أي جهة. ممكن تقيم الولايات المتحدة نفسها عقب الأزمة المالية اللي هي 2008، كانت مؤسسات التصنيف الائتماني ما تقدرش تقرب من الاقتصاد الأمريكي، وكانت على طول مدياله إيجابية. تمام، لما جه حصلت الأزمة المالية 2008 تراجعت المؤسسات الائتمانية التصنيف بالظبط، بدأت تقول لا احنا لازم نبقى حياديين، ولازم ان احنا عشان هنفقد المصداقية بتاعتنا وكمان المستهلك بالظبط. فهي رأيها الوكالات اللي هي مؤسسات التصنيف الائتماني ديت، دي رأيها محايد تماما. يعني انت لو اقتصادك وحش هتقول عليك وحش، لو انت اقتصادك فيه مشكلة هتقول عليك فيه مشكلة. انما الحمد لله مؤسسات التصنيف الائتماني واهم مؤسستين اللي هي ستاندرد اند بورز والتانية فيتش ديت اللي قالت ان الحمد لله او منحت مصر تصنيف ائتماني، احدهما قالت التصنيف الائتماني مستقر، والتانية قالت التصنيف الائتماني ايجابي. فالنظرة ايجابية للاقتصاد المصري سواء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي هي المؤسسات التمويل الدولية، او التصنيف الائتماني اللي هي الشركات اللي بتقيم الاقتصاد المصري. فايدته ايه؟ فايدته ايه للتصنيف الائتماني؟ التصنيف الائتماني لما يجي يقول على اقتصاد ان الاقتصاد ده جيد او مستقر، شجع المستثمرين، بيشجع المستثمرين. بس ايه بقى هيفيدك انت كدوله؟ هيفيدك في ايه؟ انت لو عايز تقترض عشان تمول مشروعاتك التمويليه دوت، هيديك القدره ان انت تقترض بتيسيرات. بمعنى ايه تيسيرات؟ اللي هي زياده فتره السماح وفي نفس الوقت فايده منخفضه. مع الهاتف الدكتوره وسنت فهمي عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. ست النائبه ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. بنتكلم على يعني بلومبرج والنظره الايجابيه للتضخم في اسعار المستهلكين خلال المرحله القادمة، وخليني دكتورة بسنت أتكلم على المؤتمر الاقتصادي الذي يعني انتهى منذ يوم تقريبا في شرم الشيخ، واللي حضرته أكثر من دولة إفريقية وأكثر من رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة. أهمية الاستثمار في إفريقيا خلال المرحلة القادمة باعتبار مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا، وأن الظهير الإفريقي هو هام جدا لمصر. شوف حضرتك لو بصيت على خريطة العالم هتلاقي ان اكثر منطقه مهيئه للاستثمار سواء من ناحيه الثراء او من ناحيه الثروات اللي موجوده فيها وجود شباب، يعني لو عديت كل ده هتلاقي ان افريقيا هي اكثر دوله مهيئه للاستثمار في الفتره الجايه. تمام. وهتلاقي كمان ان مصر اكثر دوله مهيئه ان هي تكون المدخل الرئيسي لتنشيط وتمويل الاستثمار جوه افريقيا. ايه السبب ان مصر مهيئه يا فندم؟ هل هو مناخ استثمار؟ هل هي تشريعات، قوانين، تسهيلات؟ مركز. احنا عملنا تشريعات وقوانين وغيرنا من البنيه التحتيه وظبطنا اقتصادنا درجه اولى، وبقينا جاهزين ان احنا ندخل ونستثمر جوه هذه القاره السمراء. تمام. بس اهم حاجه ان احنا لازم نستمر نساعد فيها افريقيا هو اننا نشتغل على البنيه التحتيه. تمام. احنا طبعا في بنوك كتيره جدا مستعده، هو البنك الافريقي والاسيوي والبنك الدولي والاي ام اف كلهم مستعدين انهم يدخلوا ويمولوا البنيه التحتيه في افريقيا. ممكن البنيه التحتيه يا دكتوره بسنت هنا بنتكلم على طرق، بنتكلم على مصادر طاقه، بنتكلم على امور هامه جدا في الاقتصاد. ما دول ده ما تقدرش لو ما عندكش سكه حديد، ما عندكش طرق كويسه، ما عندكش جهاز مصرفي قوي وشبكه بنوك.
وعملات هتتعامل بيها ومطارات. ما ينفعش كل ما نعمل شغلانه نروح اوروبا عشان نرجع من بلد لبلد وافريقيا. فانت جاهز تقوم بكل هذه الادوار وجاهز بالمساعده؟ واحنا ابتدينا فعلا، مش بس المؤتمرات دي، عملنا هنتعاون في الصحه، هنتعاون في التعليم، هنتعاون في ان احنا نوريهم تجربتنا ازاي احنا نجحنا في السياسه النقديه والسياسه الماليه، وازاي نقدر نفعل القانون اللي هو الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. فالحمد لله مصر جاهزه في الفتره الجايه انها تقوم بدور رئيسي في افريقيا، والافارقه فعلا هم كمان مرحبين قوي بهذا الدور. السنه الجايه احنا هنرقر الاتحاد الافريقي، ايوه، فده هيسهل لنا ان احنا نتحرك بشكل اسرع على القاره الافريقيه. تمام. هل هناك يعني مذكرات تفاهم؟ هل هناك شكل للاستثمارات التي ممكن أن تقوم بها مصر بالشراكة مع دول إفريقية أو العكس يا فتى؟ المجال مفتوح. أنا من وجهة نظري أولا في تحديات، الفساد تحدي كبير، تغيير القوانين تحدي كبير، وضع تشريعات تحدي كبير، كل دي حاجات لازم يشتغل عليها الأول. تمام. لكن مثلا الأزمة الغذائية العالمية، أفريقيا جاهزة. إحنا عاوزين نعمل أمن غذائي واستقرار غذائي، وده مهم جدا، فنقدر نتعاون فيه معاهم. عاوزين نطلع اليورانيوم اللي عندهم، عاوزين نستثمر في قطاعات كثيره جدا في الاقتصاد. فهم جاهزين، هم عندهم الثروات واحنا جاهزين بعلمنا والتكنولوجيا بتاعتنا وقربنا منهم طبعا ومحور قناه السويس. هنقدر نلعب دور فعال ان احنا نبقى حلقه الوصل ما بين الاتحاد الاوروبي واستثماراته والدخول جوه افريقيا. وما ننساش حضرتك ان احنا ماضيين عدد هائل من اتفاقيات التعاون بيننا والدول الافريقيه، فاللي بيجي يشتغل عندنا بيتمتع بمزايا كبيره قوي. ما شاء الله الفتره الجايه هتشهد تطورات كبيره قوي. تمام. مساله التضخم يا فندم وانخفاض معدلات التضخم، وكان حتى سؤالي لضيفتي الدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية، من الذي يتحكم في معدلات التضخم، المستهلكين ولا المنتجين؟ قالت لي الاثنين. حضرتك شايفة انه اللي يأثر اكتر، المستهلك ولا المنتج، ولا المسألة مطروحة العرض والطلب؟ التضخم ده بحكم قوة العرض والطلب. تمام. عندك عرض اكتر الاسعار تنزل. تمام. عندك طلب اكبر والعرض اقل الاسعار ترتفع. تمام. فده من ناحيه انتاجك الاقتصادي، اذا كنت اتكلمت على الامن الغذائي ليه؟ لان هو اللي يهم الناس كلها. تمام. فلما الامن الغذائي يستقر ومتطلبات الناس تستقر، بتبص الايس على السعر تستقر. ولذلك بص حضرتك التضخم عندنا ابتدى ينزل ازاي؟ وده طبعا هيساعد من ناحيه ثانيه، هنخفض سعر الفايده. لما نخفض سعر الفايده الاستثمار يستفيد. تمام. وهكذا. دكتوره بسنت، سؤالي الاخير، هل تتوقعي ارتفاع في اسعار الفائده خلال المرحله القادمة مع بدايات يناير 2019، ولا ستبقى عند المعدلات الحالية 15% و17%؟ على الجنيه المصري لا، هتنخفض إن شاء الله. هتنخفض؟ آه. طيب يا دكتورة بشكرك. أهلا وسهلا. دكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سيادة النائبة بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة في برنامجنا النهارده وحلقتنا من برنامج ملفات. عودة مرة أخرى لضيفة الدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية. خلينا احنا بنتكلم على الاستثمار. يمكن يعني هناك يعني تشريعات صدرت، اللائحة التنفيذية وقانون الاستثمار صدر ومسألة الشباك الواحد و و و وخليني هنا، أنا قريت مقال خاص بمسألة الاستثمار للدكتور بهاء زياد بهاء الدين عفوا، اتكلم فيه إن الأهم في الاستثمار هي مسألة التمكين أو اليقين، عفوا اليقين، إن أنا كمستثمر يبقى عندي يقين، يقين انا هدخل السوق ده ازاي وهحول ارباحي ازاي والنظام الضريبي ده هيتعامل معايا ازاي. وهنا نتحدث عن مناخ استثمار بعيدا عن قوانين يمكن يعني يبقى لها اكثر من وجه واكثر من تفسير، خاصه واحنا بنتكلم على البيروقراطيه، ولا ما فيش حاجه اسمها بيروقراطيه في مساله اذا كنا نتحدث عن استثمار جدي يعني. أنا طبعا بتفق مع دكتور زياد بهاء الدين، إنما هرجع برضو أقول لحضرتك إن الدولة بتواجه تحدي الإصلاح المؤسسي أو الإصلاح الإداري. تمام. فأنت أحد مكونات الإصلاح الإداري إن أنت تصلح القوانين اللي عندك، فأنت عملت قانون القوانين
ولا صلح الناس اللي بتتعامل مع القوانين؟ ما هي دي بقى ما انت البيضه ولا بالظبط يعني. ما هي دي النقطه. انت حضرتك دلوقتي وضعت قانون الاستثمار الموحد واديت حوافز كبيره للمستثمرين وشجعتهم ان هم ييجوا والحوافز كبيره قوي بالنسبه لقانون الاستثمار، ووضعت برضو قانون اللي هو التراخيص الصناعيه وتيسير اجراءات الحصول على التراخيص. يبقى انت عملت اطار تشريعي مهيئ المفروض ان انت تجذب استثمارات، يبقى التنفيذ لتلك القوانين. فانت عندك تحدي اخر من ضمن مكونات الاصلاح المؤسسي او الاصلاح الاداري، ان انت تصلح بقى المنظومه الاداريه اللي هي التطبيق الفعلي للقوانين ديت على ارض الواقع، عشان ما يبقاش في اختلاف. ما اجيش اقول انا بدي حوافز للمستثمرين ويجي وقت التطبيق يحصل اختلاف في التطبيق. انا بتفق طبعا زي ما قلت لحضرتك، وكنت انا كتبت فعلا مقاله كانت اتنشرت وعملت صدى كبير واخذت بمأخذ الجد من الحكومة، كانت حوافز الاستثمار قدمنا الكثير وانقصنا الكثير. وفعلا الحمد لله انا يعني عرفت بعد كده ان التوصيات اللي جت اللي قدمناه وايه اللي قدمناه الاطار. اولا انت عملت الخريطة الاستثمارية تمام، فانت عملت حصرت او عرفت ايه انت اقتصادك محتاج استثمار قد ايه تمام. انت عملت اطار تشريعي وقدمت قوانين كتيرة مهيئة للاستثمار. يبقى ان انت توحد المنظومة وان انت يبقى في بوابة مختصة هي اللي تعرض لك كل الجهود ديت، يعني تبروز بقى المجهود بتاعك دوت. كنت عملت المقالة اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي حوافز الاستثمار قدمنا الكثير وينقصنا الكثير، واسترشدت بيها بعدد من دول يعني مثيلة. كانت الميزة اللي لفتت نظري قوي في المنظومة بتاعت حوافز الاستثمار بالنسبة للدول اللي انا درستها، ان الدول ديت بتوحد جهود الاستثمار بتاعها، بمعنى ان البنك المركزي عندها بيتكلم في نفس الاطار اللي الوزارات كله بالضبط. ما تجيش وزارة اقتصادية تطلع تصريح مضارب او مخالف للتوجه. خلينا نتكلم هنا دكتورة، كان البعض ينادي ان تبقى في هيئة موحدة مسؤولة عن الاستثمار بعيدا عن مسألة الجزر المنعزلة، وانا برضو يعني والله اقول لحضرتك حاجة، التعدد المؤسسي لا مش كل مش كل لما اكون يعني اتضايق يعني من منظومة معينة اروح احط لها منظومة جديدة. لا انا اصلح انا عندي الحمد لله عندي وزارات اقتصادية على مستوى عالي عاملين جهود كبيرة جدا، غاية ما هنالك ان توحيد الجهود وابراز هذه او اظهار هذه الجهود تحت مظلة. وانا كنت اقترحت ان يبقى في موقع الكتروني يوحد، يبقى هو المختص بحوافز الاستثمار. يبقى هو دوت عايز تستثمر في مصر، هي دي الحوافز، موجود بقى في الاتفاقيات التجاريه اللي انت وقعتها، موجود في تصنيفك الائتماني ايه، الترتيبات في التقارير الدوليه، تقرير التنافسيه، تقرير بيئه الاعمال، التصنيف بتاعك انت مصر ما شاء الله يعني الفتره اللي فاتت ديت انت تقدمت في تقرير التنافسيه، تقدمت في تقرير بيئه الاعمال، في إشادة من مختلف المؤسسات الدولية، إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني، كل الحاجات دي طويل، عندك جهود تشجيع الاستثمار، محتاج ان انت بس تحدد مجموعة من القطاعات ان انت اللي محتاج تشتغل عليها وتظهر هذه الجهود ومجتمع. يبقى المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي ما ينفعش ده بيتكلم في اتجاه وده في اتجاه تاني. تمام. خلينا نشوف تقرير آخر وبعد كده يعني نستكمل هذا الحوار فيما يخص انخفاض معدلات التضخم في الفترة الماضية. تراجعات متتالية حققها التضخم على مدار العام الجاري ليختتم عام 2018 بمعدل 15.6% لشهر نوفمبر الماضي، إذ يعلن معدل شهر ديسمبر الجاري في يناير من العام الجديد 2019. كل التقارير الدولية بتشير إلى انخفاض نسب العجز، وسوف نشهد هذا المردود خلال السنوات القادمة. أنا في تصوري أن كل المؤشرات الاقتصادية بدأت تظهر نتائج إيجابية، سواء ارتفاع إيرادات قناة السويس، انخفاض العجز، تحسن العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وكلها مؤشرات إيجابية يعني سوف نلمسها وسوف يلمسها المواطن العادي في 2019 و2020 إن شاء الله. مصر سوف تشهد في السنوات القادمة
انخفاض حاد في نسب عجز. برضو بعد تعويم سعر الدولار بدأت صادرات مصر تتحسن وبدرجة كبيرة نتيجة ان احنا بقى عندنا competitive advantage او ميزة تنافسية في اسواق عالمية، وسعر منتجات المصرية اصبح سعر مغري لكثير من الدول انها تستورد من مصر، وده هيرفع نسب الصادرات بشكل واضح. ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% في العام المالي الحالي 2018-2019، مدعوما بزيادة الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي. المؤشرات اللي الجهاز المركزي أعلن عنها من قيمة يومين ديت، دي مؤشرات طيبة جدا ان ابتدى التضخم يقل من شهر لشهر، وبإذن الله في المستقبل بإذن الله مع تنوع مصادر الغاز الطبيعي، مثلا حقول الغاز الطبيعي، مزارع الأسماك اللي بتحصل دلوقتي، كل دي بتؤدي في المستقبل إن شاء الله لانخفاض التضخم في الشهور القادمة بإذن الله أو في السنوات القادمة. أنا عايز بس أطمن الناس إن إحنا داخلين على مستقبل إن شاء الله يبقى مستقبل باهر بإذن الله. البنية التحتية عندنا اللي هو الانفراستراكشر، عندنا بيئة جاذبة دلوقتي للاستثمارات الأجنبية، كما أعلم معالي فخامة الرئيس امبارح إن البيئة المصرية دلوقتي بقت بيئة مؤهلة. فإحنا خفضنا نسبة الاستيراد من أشياء غير مطلوبة لأن فيها الناتج بتاعنا كافي ليها، فبالتالي إذا انخفض العجز لأسباب عدة كمان، إحنا ما كانش عندنا احتياطي دولارات، فبرضو زيادة عن اللزوم دلوقتي، والناس يعني مش عايز أقول بتحسدنا إن إحنا الاحتياطي بتاعنا في الدولارات فاق ما كان متوقعا، فبالتالي انخفاض عجز ميزان المدفوعات معناها ان احنا بدأنا على الاقل لو بنستورد ب50 ونصدر ب50 احنا في رحمة، انما استورد بمبالغ تفوق اللي انا بصدر به وده تأثيره برضو تاني، يبقى احنا عندنا عرض زيادة، منتجات محلية زيادة، فده بيخفض الاسعار وتبدأ عجز الموازنة ينخفض، اتنين الاسعار تنخفض، التضخم بينخفض، وانخفاض الأسعار بيجي إن المعروض، يعني عندنا منافذ البيع دلوقتي في جميع السلع الاستهلاكية، يعني الحق يتقال إنه المجمعات التابعة للقوات المسلحة وللشرطة موفرة البيانات، فالنهاردة الناس اللي كانت بيسيطروا على السوق وبيعلوا السعر زي ما، لأن السوق عبارة عن عرض وطلب، طالما العرض زاد تنخفض الأسعار، ينخفض على التضخم، أما الفايدة هتعود على مين؟ على المستهلك أو المواطن بصفة عامة. وهكذا تستمر وتيرة النمو في مصر مع استمرار الإجراءات الطموحة التي قامت بها الحكومة المصرية الفترة الماضية مع إعادة هيكلة منظومة الدعم لضبط أوضاع المالية العامة، وبتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر تلك الإجراءات على الفئات الأكثر تضرراً. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتوره خليني هنا اتكلم على مساله الدين، والبعض يتخوف من مساله الدين الخارجي او الدين الداخلي في مصر، ومساله الاحتياط النقدي كمان، واهميه الاحتياط النقدي ووصوله لرقم كبير بعد ما كنا تقريبا بنعاني شبه افلاس بعد يناير. يعني الأرقام دي، دلالات هذه الأرقام وما يمكن أن تؤدي إليه أو تأثيرها على الاقتصاد. تمام، هبدأ الأول باحتياطي النقد الأجنبي وهتنقل بعد كده هوت على الديون. الاحتياطي كان مشكلة مصر اللي خلتنا نعوم سعر العملة المحلية هو انخفاض الاحتياطي الأجنبي في مصر. وصل كام؟ وصل 15 مليار دولار. أنت دولة مستوردة، تمام؟ لازم يكون عندك لازم بالظبط 6 شهور. فأنت اللي حصل أن عندك ال 15 مليار دولار دول كانوا بيكفونا 3 شهور.
ثلاث شهور مش هتقدر ان انت تجيب سلع غذائية، مش هتقدر تجيب قمح، مش هتقدر تجيب ذرة، مش هتقدر تجيب المواد البترولية، مش هتقدر تجيب أدوية. انت كل بند من دوت انت بتتكلم من 10 مليار اقل حاجة 1.5 مليار، تمام؟ فانت عايز يكون عندك احتياطي من النقد الأجنبي لا يقل عن 30 مليار دولار. فلما يوصل 15 مليار دولار وبدأ في مضاربة على الدولار، الدولار بقى سلعة، تمام؟ الناس دلوقتي بقت تبيع، الناس أيامها 2015 وبداية 2016 الناس كانت بتبيع الذهب وتشتري دولارات، يقول لك ده اللي سعره زايد، فتحول الدولار لسلعة، تمام؟ العملة المحلية بتاعتك بدأت يحصل فيها إيه؟ قيمتها أصبحت منخفضة تماما، وبقى عندك سعرين للدولار، سعر في البنك وسعر في السوق السوداء. البنك بيعلن سعر 8.20 وعدل 20 ده إن لقيته، تمام؟ كان البنك المركزي عمال بيستميت إن هو يحافظ على العملة المحلية، يسحب من الاحتياطي ويضخ دولارات في السوق، والناس من ناحية تانية عمالة تضارب وتشتير. معنى كده إن أنت عملتك المحلية كان هيحصل فيها إيه؟ هتنهار. عملة البلد لو انهارت اقتصادك وقع، بلد انتهت، تمام؟ عايز تضرب دولة، اقتصاد دولة، وقع لها العملة بتاعتها، قوة اقتصادك من قوة العملة بتاعتك. ده كانت مشكلة العملة المحلية والاحتياطي. فكان قرار الإصلاح الاقتصادي قرار جريء من سيادة الرئيس، استغل فيها حب الشعب ليه واستغل فيه شعبيته، وخد قرار تعويم سعر العملة المحلية. القرار صحيح 100%. بدأت من خلال تعويم سعر العملة إيه اللي حصل؟ إن أنت مع البنك المركزي بدأ يتبع سياسة رفع سعر الفايدة على العملة المحلية، فبدأ الناس يطلعوا الدولارات اللي عندهم. أنت سعر الفايدة وصل 20%، الناس بدأت تطلع كل الدولارات اللي عندهم، وبدأت الثقة تستعيد الثقة في إيه اللي حصل في العملة بالضبط، وانتهت قضية على موضوع الدولارة أو إن الدولار سلعة، وبدأت إن أنت تعيد الثقة في العملة المحلية. وبالتالي الاحتياطي النقدي من الاحتياطي الأجنبي من الدولارات اللي انت محتاجها بقى عشان تسد احتياجاتك الاستيرادية، وان انت برضو تدفع التزاماتك تجاه العالم الخارجي، بدأت الاحتياطي يزيد، وصل دلوقتي 45 مليار دولار او ما يقرب من 45 مليار دولار. ده بيكفونا قد ايه؟ بيكفونا 9 شهور. يعني انت الحمد لله في السيف سايد، او بالظبط انت مش 6 شهور بس، ده انت 9 شهور. عايزة أضيف بس جزئية صغيرة في الجزء الخاص بالعملة. العملة المحلية في حالة لو الدولة ما كانتش قادرة توفر احتياجاتها الاستيرادية ومش قادرة تدفع التزاماتها للعالم الخارجي، إيه اللي هيحصل؟ هيعلن إفلاس الدولة. فإفلاس الدولة الحمد لله احنا عدينا الخطر دوت والمرحله ديت، وقدرنا نتخطى على المرحله ديت، ان احنا قدرنا اقتصادنا يستعيد قوته مره اخرى، وان هو يبدا في طريق النمو. النقطه الثانيه اللي حضرتك كلمتني فيها هي الديون، تمام؟ انا واحده من الناس، اعترف لحضرتك اهوت، انا خبيره اقتصاد او انا اقتصاديه، انا كنت بشوف الرقم، انا بصراحه كنت بتخض، تمام؟ يعني ايه الرقم دوت كل يوم عمال يزيد؟ الحكايه فبدات ان انا لا، انا عايزه ادرس الموضوع ده زياده شويه. عملت سلسله مقالات كانت في السياسه الدوليه، كانت بعنوان الديون تقود التنميه الاقتصاديه العالميه. تقود دول العالم بالكامل هي بتقوم على الديون. انت الديون العالمية سواء شركات او حكومات وصلت ل 250 تريليون دولار، تمام؟ الدول الاكثر تقدما هي الدول الاكثر استدانة، امريكا نفسها مديون بالضبط. انت حضرتك 96% من الديون العالمية في الدول المتقدمة، تمام؟ 3% بس من الديون العالمية موجهة لشمال أفريقيا والدول النامية. بس يبقى في نقطة هنا أشرت إليها دكتورة، إن هو يكون مرتبط باستثمار. بالضبط. ما يبقاش ديون من أجل أن احنا ناكل ونشرب. لا، ما ديت بقى اللي الدولة عملتها فعلا. إن المفروض أو اللي بيحصل فعلا أنت بتقترض من أجل تنمية الاقتصاد بتاعك. في أنا كنت أو كنا نقرأ عن حاجة أو بنسمع حاجة اسمها حدود الأمان. تمام. حدود الأمانة. إيه حدود الأمانة للدين ديت؟ قالك إن هي تبقى 60% من الناتج المحلي، تمام؟ الكلام ده مش سليم، لان في دول اقتصادها كان الديون بتاعتها كانت 60%، ومع ذلك الدول ديت مرت بازمات اقتصاديه. دول تانية وصل الدين بتاعها ل 400%، تمام؟ ومع ذلك الدول ديت قدرت ان هي تبقى في مصاف الدول المتقدمه.
فحتة الحدود الأمنة ديت نلغيها. إيه اللي بيحكم بقى الديون؟ قدرتك على دفع الأصول ديت، تمام، او قدرتك على السداد الاقساط بتاعتك. بتلتزم بايه بقى حضرتك، او انت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على معيارين. ايه هما المعيارين اللي انت تقدر تعتمد عليهم في سداد الديون؟ اول معيار هو زياده الناتج المحلي بتاعك. تأكيد. انت الاقتصاد بتاعك بينمو ولا بيتحرك ولا لا؟ انت معدل الحمد لله النمو 5.25. انت كنت 2011 يا راجل كنت 1.8، تمام، وكانت الاستثمارات عماله تهرب منك. تمام، دلوقتي انت الاستثمارات عندك في تزايد الحمد لله. الاستثمار الأجنبي وصل 9 مليار دولار، فأنت في زيادة في الاستثمارات الأجنبية. معدل النمو بدل ما هو 1.8 2011 دلوقتي 5.5، والمفروض هيوصل لأكتر من 6%، وهكذا. احنا قلنا في بداية الحلقة معدلات النمو المتزايدة الحمد لله. تاني معيار بالنسبة للديون عشان ما نبعدش، اللي هو لا مش الدين ده، احنا بنتكلم على الدين العام. تمام. سواء دين داخلي أو دين خارجي، قدرتك على سداد الأقساط ديت بالنسبة لما يأتي إليك من مصادر نقد أجنبي من الصادرات السلعية والخدمية. أنت المعيارين دول اللي هو نسبتك أو نسبة الزيادة في الناتج المحلي والصادرات الخدمية والسلعية، أنت أعباء الدين تشكل قد إيه؟ تشكل من حوالي من 30-40% من المعيارين دول، يعني ولا حاجة. يعني أنت عندك زيادة في الناتج المحلي، وأنت عندك ليك في حصيلة من الصادرات السلعية والخدمية تقدر توفي التزاماتك تجاه العالم. مفيش خوف طبعا، عندك حصيلة قناة السويس لسه بالظبط. قناة السويس 6 مليار، السياحة بدأت تتعافى 10 مليار. ففي عندك مصادر الصادرات في تزايد برضو من 22-24 مليار، في انخفاض في الواردات المصرية، فلسه في طبعا محتاجين زيادة طبعا للصادرات. تمام، محتاجين زيادة في الانتاج، لكن نبص على الجوانب الإيجابية. انت الحمد لله في حصيلة جيدة. تمام. من النقد الأول. خلينا نتكلم هنا يعني خبر توقعاته قالت فيتش التصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018 إلى 7.8% 2018 و2019، و6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020. ده ليه علاقة برضو بمسألة الدين؟ أقول لحضرتك، سيادة وزير المالية صرح أن مصر ولأول مرة منذ عدة سنوات يحصل في الموازنة العامة للدولة فائض أولي. تصريح بالأمس. يعني يعني أنت معنى كده هو أن أنت إيراداتك قاعدة من نفقاتك. ده العجز الأولي من غير اللي هي أقساط الديون والكلام ده كله. فأنت الحمد لله في العجز الأولي في دلوقتي تحول إلى فائض أولي، وأنت زادت الإيرادات عندك 4 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة. تمام. دكتورة شيماء بشكرك، بشكر يعني نظرتك التفاؤلية اللي مبنية على أرقام. أهم حاجة نتفائل، ولكن هذا التفاؤل يكون له أساس في أرقام، في تصنيفات دولية، في مؤسسات عالمية تؤكد ذلك. رغم كل الشائعات ورغم كل الحرب اللي تتعرض لها بلدنا، إلا أن احنا ماشيين في الطريق الصح. في نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات بتوجه بالشكر والتقدير لضيفة الدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية. كنت ضيفة عزيزة على هذه الحلقة، نورتينا. شكر زملائي في استوديو 2، وشكر زميلي وليد محمود رئيس التحرير، وزميلي حسن بركات مخرج حلقة النهاردة من الملفات. وشكر لكل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم أنا إيهاب اللوند على خير. إلى اللقاء.